السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم سوف نقوم باستكمال المادة المتبقية من المحاضرة الخامسة وهي Asphalt Mixing Plant. Asphalt is basically asphalt aggregate and filler which have been mixed together at a specified temperature, deposited and separated and compacted at site. من المهم في البدء تعريف المادة الأسفلت، وهي بالأساس مزيج من الأسفلت والركام والمواد المالئة الفيلر المواد الناعمة التي تخلط معا في درجة حرارة معينة ثم توضع في المكان المخصص المراد تعبيدها وتبليطها بهذه المادة بعد فرشها ومن ثم الحديد للحصول على السطح النهائي المراد إنجازها لخدمة وظيفة معينة. في المخططنا يوضح الخطوات الرئيسية لعملية إنتاج المواد الأسفلتية ومن ثم نقلها إلى الأماكن أو المشاريع المخصصة للاستفادة منها، والتي نلاحظ أنه ابتداء تعتمد على المواد الإنشائية وهي الفاين أجريجيت أند كورس أجريجيت، والتي تعتمد عليها بشكل أساسي، حيث ثم ذلك تأتي خطوة تجفيف هذه المواد بدرجة حرارة معينة، ثم بعد ذلك عملية سيفينج أناليسيز للحصول على التدرجات المطلوبة لإنتاج خلطة بمواصفات معينة، ثم بعد ذلك استخدام أوزان معينة من مقاسات معينة وحسب تصميم الخلطة الأسفلتية المراد إنجازها. بعد ذلك يتم خلط المواد الإنشائية وهي الأجريجيت مع الفيلر مع الأسفلت لإنتاج الأسفلت كونكريت. بعد ذلك يتم نقل هذه المادة بواسطة عربات خاصة إلى موقع المشروع المراد استخدامه ليتم فرشها بواسطة معدات خاصة أيضا، بعد فرشها إلى المنسوب المعين للطبقة المراد إنها وبالسمك المطلوب يتم عملية الحدل لهذه الطبقات باستخدام الحادلات المرساة والحادلات المطاطية. أيضا هذا مخطط توضيحي لمعمل إنتاج الأسفلت، حيث نشاهد كدس المواد الركامية اللي هي Fine Aggregate and Coarse Aggregate، ثم نشاهد Convoyer أي الحزام الناقل لهذه المواد، ثم الدرام دراير اللي هو عبارة عن الأسطوانة المجففة لهذه المواد من خلال التحكم بدرجة الحرارة المطلوبة. بعد ذلك الهوت أجريجيت يمر على مثل ما أشرنا مسبقا السيفز أو السكرينز لعملية فصل التدرجات المطلوبة. بعد فصل التدرجات المطلوبة تعزل في سلال خاصة أو في سيلوات صغيرة حسب الكميات المطلوبة للخلطة الخرسانية، يتم بعد ذلك مزجها مع الفيلر بنسب وزنية معينة، بعد ذلك تمزج مع الأسفلت في سيلوات خاصة أو في غرف خاصة ليتم تحميلها بعد ذلك على العربات ليتم نقلها إلى الموقع المراد استخدامها فيه. The main step to produce asphalt concrete، الخطوات الرئيسية أو الأساسية لإنتاج الأسفلت الكونكريتي ممكن تلخيصها بالخطوات المشار إليها أدنى والتي تم توضيحها في المخططات أعلى، حيث تبدأ الخطوة بعملية الباتشنج أوف ماتيريال، heating of material, classification of material according to asphalt mixes, weighting the material, mixing, transportation, separating, compaction. أي تبدأ العملية بعملية تكميل المواد المطلوبة لإنجاز الخلطات الأسفلتية، ثم بعد ذلك تسخين هذه المواد في الأسطوانات المخصصة لذلك ضمن المعمل. بعد عملية التسخين للمواد المطلوبة يتم تقسيم المواد إلى المقاسات محددة بالاعتماد أو استنادا إلى الخلطات المطلوبة، بعد ذلك يتم توزيع المواد حسب المقاسات المطلوبة لكل خلطة، يتم خلطها بعد ذلك مع المواد الناعمة الفلور والمواد الأسفلتية، بعد إتمام الخلط وإنجازها بالشكل النهائي يتم نقلها بواسطة عربات خاصة وكما أشرنا مسبقا يتم فرشها في الموقع المطلوب بالسمك المحدد لكل طبقة ومن ثم ذلك عملية حدلها
بواسطة الحادلات الملساة والحادلات المطاطية. اسفلت كونكريت بريدوسيت عند فالوينج ستيب. The first step, central asphalt concrete plant. Materials batched and mixed after heat drying. The output of this plant ranged between 50 to 250 tons per hour. أول خطوة لإنتاج الأسفلت الكونكريتي هي بواسطة تكيل المواد وخلطها بعد تسخينها، حيث تكون الإنتاجية لهذه المحطة هي تتراوح حسب حجمها من 50 إلى 250 طن بالساعة. Transportation, asphalt transported by truck with the capacity arranged between 16 to 24 cubic meter. حيث يتم نقل المواد الأسفلتية من المعمل من محطة التصنيع إلى الموقع بواسطة العربات الناقلة التي تكون سعتها تتراوح من 16 إلى 24 متر مكعب. Asphalt separation. Asphalt separation by using special equipment at temperature 120 centigrade. The output of this equipment arranged between 30 to 50 cubic meter per hour. Width of asphalt equal to or arranged between 2 to 8 meter and the thickness of lift arranged between 5 to 20 centimeter. أي عملية فرش المواد الأسفلتية في الموقع المراد استخدامه أو الموقع المراد تنفيذه بهذه المواد يتم بواسطة معدات خاصة في درجة حرارة 120 درجة سيليزية. الإنتاجية لهذه المواد تتراوح من 30 إلى 50 متر مكعب بالساعة. عرض الطبقة المراد إكساؤها بهذه المواد أو المراد إنهاؤها بهذه المواد تتراوح من مترين إلى 8 أمتار، وبسمك للطبقة من 5 إلى 20 سنتيم. الكومباكشن عملية الحد لهذه المواد تتم من خلال نوعين من الآليات هي Smooth Wheel Roller and Pneumatic Wheel Roller، أي الحادلات الاسطوانية الملساء والحادلات المطاطية. Example 5.3 Find the total cost of paving a yard. Work only by asphalt if the dimension of the yard is 425 multiply 24 multiply 0.1 meter. The loss due to compaction is 15%. Asphalt brought from central plant 18 kilometer far from the project. Use the following information to calculate what is required in this example. Central asphalt plant mixer with volume of 1.3 cubic meter. Its trip time equal to 3 minutes. Operating factor equal to 45 minutes per hour. Cost of operating the plant equal to 400,000 Iraq dinar per day. Trucks used to transport asphalt with a capacity of 18 cubic meter. There are enough number in the plant. Time for each truck transport return and lost time equal to 35 minutes. Daily rent equal to 150,000 Iraqi dinar per day for each truck. في هذا المثال المطلوب حساب الكلفة الكلية لتبلية مساحة بواسطة الإسفلت. إذا كانت أبعاد هذه المنطقة أو المساحة هي 425 في 24 وسمك الإكساء هو أو التبليط هو 0.1 من المتر. الخسارة والضياع بواسطة أو بسبب أعمال الحد هي 15% من حجم الإسفلت. الإسفلت تم شراءه أو تم جلبه من محطة إسفلت مركزية تبعد 18 كيلومتر من هذا المشروع. استخدم المعلومات أدنى لحساب ما هو مطلوب في السؤال أعلى. خلاطة الإسفلت المركزية حجمها هي 1.3 من المتر المكعب. السايكل تايم إلها والتريب تايم إلها هي 3 دقائق. معامل التشغيل الفعال Operating Factor أو زمن التشغيل الفعلي للمحطة هي 45 دقيقة بالساعة. كلفة التشغيل إلها هي 400,000 دينار عراقي باليوم. الناقلات المستخدمة والعربات النقل المستخدمة لنقل الإسفلت بسعة 18 متر مكعب
موجود عدد كافي من الناقلات في المحطة، الوقت لنقل الإسفلت من المحطة إلى المشروع ثم العودة مع الوقت الضائع هو 35 دقيقة. كلفة الاستئجار اليومي لكل عربة مخصصة لنقل الإسفلت هي 150,000 دينار عراقي. أيضا أسفلت separator of capacity 40 cubic meter per hour and its daily rent equal to 200,000 إيراكي دينار per day. أيضا النقطة الإضافية على هذا السؤال أنه الفار الشمالي للإسفلت هي بسعة 40 متر مكعب بالساعة الإنتاجية مالته، كلف استئجارها اليومية هي مساوية إلى 200,000 دينار عراقي. الخطوة الأولى في حل السؤال نقوم بحساب الإنتاجية لخلاطة الإسفلت المركزية من خلال ضرب الحجم في وقت التشغيل الفعال للمحطة مقسومة على الوقت المطلوب لكل دورة إنتاجية في عدد ساعات التشغيل الإجمالية خلال اليوم الواحد، حيث تكون إنتاجية المحطة أو معمل إنتاج الأسفلت هو 156 متر مكعب باليوم. نقوم بحساب حجم الأسفلت المطلوب تجهيزه إلى الموقع المراد تعبيده أو تبليطه من خلال ضرب أبعاد المنطقة المراد تعبيدها في سمك الطبقة المراد فرشها في نسبة الخسائر والتي تساوي 1 زائدا ل 15% النسبة المشار إليها نتيجة الحذف في السؤال، حيث تكون كمية الإسفلت الإجمالية المراد تجهيزها هي 1173 متر مكعب. نقوم بحساب الفترة الزمنية المطلوبة لتبليط هذه المنطقة من خلال قسمة الكمية المطلوبة للإسفلت على الإنتاجية للمحطة أو لمعمل إنتاج الإسفلت في اليوم الواحد، حيث تكون 7.52 من اليوم. نقوم باختيار 8 أيام، ثم نقوم بعد ذلك بحساب الوقت المطلوب لتحميل كل عربة ناقلة من خلال قسمة حجم العربة أو سعة العربة اللي هي 18 متر مكعب على حجم المنتج لكل دورة عمل من محطة إنتاج الإسفلت في 3، وهو الوقت المطلوب لكل دورة إنتاج في معمل الإسفلت لإنتاج كمية بحجم 1.3، حيث يكون الزمن المطلوب لتحميل الناقل هو 41.54 من الدقيقة. نقوم أيضا بحساب الوقت المطلوب لرحلة الناقلة من معمل الإسفلت إلى الموقع المراد تجهيزه من خلال حساب وقت التحميل مضاف إليه وقت الرحلة المشار إليها في السؤال، حيث يكون الوقت الإجمالي لرحلة الناقلة هو 76.54 دقيقة. نقوم أيضا بحساب عدد الناقلات المطلوبة من خلال قسمة الزمن المستغرق لنقل المواد لكل ناقل على الوقت المطلوب لتحميل كل ناقل، حيث يكون الناتج 1.8. نختار ناقلتين لنقل المواد حسب إنتاجية المعمل المشار إليها أعلى. نقوم بحساب إنتاجية الناقلات من خلال قسمة وقت التشغيل الفعال المعطى في السؤال على وقت الرحلة الإجمالي للناقل في سعة الناقل الواحد في عدد الساعات التشغيلية خلال اليوم الواحد في عدد الناقلات اللي هي 2 اللي تم اختيارها، حيث يكون الإنتاجية الإجمالية للناقل هي 169 متر مكعب في اليوم الواحد. نقارن هذا الرقم مع إنتاجية معمل الإسفلت، حيث يكون هذا الرقم أكبر من إنتاجية معمل الإسفلت، إذن الحسابات تكون بالاتجاه الصحيح. بعد ذلك نقوم بحساب الإنتاجية للفارشة الموجودة في الموقع لغرض فرش الإسفلت من خلال المعلومات المعطاة في السؤال، وهي 40
متر مكعب بالساعة في عدد ساعات العمل خلال اليوم الواحد، حيث نحصل على 320 متر مكعب باليوم، وهو أيضا أكبر من إنتاجية المعمل المركزي. إذن لا مشكلة في ذلك. نقوم بحساب الكلف الكلية للعمل من خلال ضرب عدد أيام العمل المطلوبة لإكمال العمل في كلف استئجار المعمل في اليوم الواحد، كلف استئجار الناقلات في اليوم الواحد في عدد الناقلات، كلف استئجار الفارشة لليوم الواحد، حيث تكون الكلف الإجمالية هي 7,200,000 دينار عراقي. لحساب كلفة المتر المربع الواحد من أعمال التبليط لهذه المساحة، نقوم بقسمة الكلفة الإجمالية على مساحة المنطقة المراد تعبيدها، حيث يكون الناتج هو 706,000 دينار عراقي.